فأنا عايزة أقول إيه؟ يعني كان بيحيينا على ده. النهارده أنا بقلق شوية، أقول إيه اللي بيجرى للشعب المصري؟ إيه حكاية أنا ده اللغة، ده غير بقى يعني أنا عايزة أتكلم على المدارس، وعايزة أتكلم على الثقافة، عايزة أتكلم على حاجات كتير، لكن أنا باخد الجزئية اللي إحنا مطبقينها في هذا البرنامج سفيرة عزيزة، إحنا مطبقين إنه على قد ما بنقدر إن إحنا ما بنستعملش كلمات أجنبية طبعا، وما فيش حد فينا ما بيعرفش لغة أو اتنين الحقيقة يعني، إنما ده حاجة كده. حاجة تانية بقى، معلش أنا هاخد وقت، لكن من قد الموضوع بالنسبة لي الانتماء للبلد ده شيء مهم، وأنا سعيدة جدا إن أنا استدعيت عشان أقول كلمة في هذا الحوار الوطني. إن أنا عايز أقول لك إيه، إنه برضو في الستينيات بعد ما حصل العدوان الثلاثي على مصر سنة بعد 56، شوفي معرفش مين الهيئة أو الجهة اللي عملت ده، أخدوا من كل مدارس مصر يعني، أو حتى على الأقل اللي أعرفه أنا في القاهرة، إنه أخدوا يعني بنات، كنا بنات، البنات دول كل واحدة فيهم متفوقة في جزئية ما، واحدة متفوقة دراسيا، واحدة متفوقة في لعبة السلة، في بتاع الرقص الإيقاعي في المدرسة، يعني في تفوق. اختاروهم من كل مدارس منطقة كاملة اللي هي المنطقة الشمالية مثلا، أنا بكلمك على تجربتي الصغيرة، فيهم مدارس فرنساوي، فيهم مدارس انجليزي، وفيهم مدارس امريكاني، وفيهم مدارس الزامي، وفيهم مدارس عربي بس، وفيهم مدارس يعني بتدفعي فيها مصاريف، وفيهم مدارس بتدخليها مجان، يعني ما من كل الانواع، من كل الانواع والطبقات. جابوا البنات دي هي متفوقات في جزئيه ما، وحطوهم في معسكر في بورسعيد بعد العدوان الثلاثي 56. طبعا احنا عيال، وابتداء من توجيه لحد العيال الصغيرين اللي احنا يعني واخده بالك ازاي، توجيه يعني الثانويه العامه، اسمحوا لي سامحوني على لا معروف فده المعسكر ده، تصحي الصبح كله بقى فيه حفلات سمر بالليل، والصبح تقومي تقولي الله اكبر الله اكبر فوق كيد المعتدي، النشيد اللي كان يعني محبوب جدا وقتها. وبعدين تنزلي ويودوكي بورسعيد، بورسعيد كانت متدمره، فبيخلوا حتى البنات، مش انا بكلمش على الاولاد، الاولاد كانوا بيعملوا حاجات اعنف يعني، ياخدونا نروح نحاول احنا بنعيد بناء بورسعيد. انت واخده هي عشان يحسسكوا بالانتماء للبلد، فايه مثلا نروح في حته يقولوا لنا ادهنوا الرصيف ده هو، في حته تانية طب شيلوا الميه وهاتوها للبنائين الحقيقيين يعني يساعدوهم، حطوا الاسمنت على جنب، يعني كل واحد بيعمل حاجه. ويقول لكم بيقولوا لنا بقى انتوا بتعيدوا بناء بورسعيد، شوفي حاجه بسيطه وهيئه ما، انا ما اعرفش هي ايه، انا كنت صغيره قوي مش عارفه يعني، انما خلتنا حركه صغيره زي دي خلتك تحسي بالانتماء للبلد بتاعتك، تحسي ان جزء منها. اجي اروح انا الاسماعيليه، اروح اسكندريه، اروح راس البر، بلد جميله في مصر، اروح بورسعيد احس ان اقول انا مش فاكره انا شاركت في البناء، مش كده؟ ما بقاش عارفه الشارع اللي انا رحت، يعني عارفه ازاي يا سالي، ما بقاش عارفه حتى الشارع اللي كنت فيه او الحته اللي كنت، اقول انا اللي بنيت. انا شفتي يعني هي حاجه بسيطه، لكن الفكر اللي وراها طبعا خلاكي تحسي بالانتماء الى جزء حتى صغير من مصر، تحسي انك انت بتنتمي ليه وانت مالكيش دعوه خالص بيه. طبعا